محاضرة النهاردة إن شاء الله بعنوان حاجة اسمها Physiology of Gastric Secretion. Physiology of Gastric Secretion. زي ما احنا متعودين دايما ببدأ بإنترودكتوري كيس. الحالة زي ما هو واضح عندي فيه جاستريكتومي، يعني فيه ريموفال لإيه؟ لجزء من المعدة. A 40 year old male ماله؟ deficient، عنده deficiency في حاجة اسمها intrinsic factor، وعنده history of gastrectomy، اتشالت المعدة واتعملت الفحوصات وجد ان عنده حاجة اسمها pernicious anemia. اللي انا حاطط عليهم بالاحمر دول اللي عايز اربطهم ببعض النهاردة في المحاضرة ان شاء الله، ال intrinsic factor gastrectomy و pernicious ايه anemia. واضح ان انا كلامي النهاردة هينصب على ال gastric secretion. محتاج اتكلم على ايه النهارده؟ انيوميريت جاستريك فانكشن، ليست جاستريك سيكريشنز، ثم ديسكرايب ميكانيزم فانكشن اند ريجوليشن اوف جاستريك اتش سي ال سيكريشن، ثم كلاريفاي فانكشنز، ايه هي الوظائف فانكشنز اند ريجوليشن اوف جاسترين هرمون سيكريشن، ثم اكسبلين ريجوليشن اوف جاستريك سيكريشن، ازاي بيتم الريجوليشن بتاعت الجاستريك سيكريشن، واخيرا ديسكرايب انتيرو جاستريك ريفلكس او بيتقال عليه انتيرو جاسترون ريفلكس. ابدا بالفانكشن اوف استومك. زي ما احنا متعودين بعمل لنفسي خريطه كده همشي من خلالها وانا بتكلم في الفانكشن اوف استومك. انا عايز اعرف ايه الاستومك وظيفتها، ايه ممكن تكون ايه. طب ما بص على الصوره دي كده، والصوره دايما بألف كلمه. ادي الاستومك اهي، بتتكون من تو يونتس، بروكسيمال يونت والديستال يونت. البروكسيمال يونت هتلاقي الفندس والبادي، الديستال يونت اللي هي الايه الانترم والبايلورس. هلاقي الفانكشنز بتاعت الاستومك بتشمل ايه. اول حاجه ممكن تعمل ستورج اوف فود، تخزن اكل. تاني حاجه سيكريتوري فانكشن، تعمل سيكريشن لايه، ل اتش سي ال وانزيمز وخلافه. ال HCL اللي هيفرز بيعمل sterilization of ingested food by high acidity، يبقى دي وظيفه. الانزيمز اللي هتفرز هتعمل partial digestion للبروتين والفاتس. ما بعد الدايجيشن هو الابزوربشن، فيحصل ايه؟ absorption of small amounts of water and alcohol. واخيرا بعد ما نخلص بقى الدايجيشن بيحصل slow evacuation of meal to allow good digestion and absorption. ده مش كده وبس، ده الجاستريك موتيليتي بتسهل عمليه الديفيكيشن. انت بتلاحظ انك بعد ما بتاكل كده، تفطر، تتغدى، تعشى، تحس انك عايز تروح الحمام، لان في حاجه اسمها جاستروكوليك. جاستروكوليك يعني بريزنس اوف فود ان ذا ستومك، هيزود الكولونيك موتيليتي، فيزود عمليه الديفيكيشن اللي هي عمليه التبرز. يبقى من الصوره قدرت اطلع الفانكشنز بتاعت الايه؟ الاستومك، سواء ستورج اوف فود، سيكريشن اوف اتش سي ال انزيمز اند اذر سيكريشن، ستيريلايزيشن اوف انجستد فود باي هاي اسيديتي، بارشل دايجيشن اوف بروتين اند فات، ثم ابزوربشن اوف سمول اماونتس اوف ووتر اند الكحول، و سلو ايفاكويشن اوف ميل تو الاو جود دايجيشن اند ابزوربشن، واخيرا هيلبسيفيكيشن باي جاسترو كوليك ريفلكس. وادي المايند ماب بتاعتي اللي بتوريني النقاط بتاعت الفانكشن بتاعت الاستومك. اتكلمت على ستورج اوف فود، نفس الاسطمبة اللي انا قلتها، ستيرلايزيشن اوف اتش سي ال انزيمز، ستيرلايزيشن اوف انجستد فود باي هاي اسيد، نفس الكلام بارشال دايجيشن، بس لما عملت رسمه وضحت لي الصوره. غير ان انا لما اكون قاعد اعمل انيوميريشن كده، ابزوربشن اوف سمول اماونت اوف ووتر الكحول، سلو ايفاكويشن اوف ميل تو الاو جود دايجيشن ده ابزوربشن، واخيرا اللي انا قلت على بتساعد الديفيكيشن باي جاستروكوليك ايه ريفلكس. دايما عود نفسك اما تعرف ترسم صوره تختصر بها الكلام، تبقى في منتهى الجمال. الصوره دي توضح لك وتفكر لك بالنقاط بتاعت الفانكشن بتاعت الاستومك اكتر من الخطوط حتى اللي احنا رسمناها في السلايد اللي فات. طيب انا عرفت كده الفانكشن بتاعت الايه؟ الاستومك او جاستريك فانكشنز. طب الجاستريك سيكريشن بقى كلامنا النهارده. محتاج اعرف الفوليوم اوف جاستريك سيكريشن، نورمالي قد ايه، تحفظ زي اسمك. البي اتش اوف جاستريك سيكريشن. وانواع السكريشنز ايه هتعتمد على الاوريجين بتاعها، يبقى محتاج اعرف الجاستريك جلاندز. اول حاجه الفوليوم اوف جاستريك سكريشن، قال لك
الاستومك بتطلع تقريبا من 2.5 ل 3 لتر سكريشن في اليوم، حفظ زي اسمك. طب البي اتش بتاعت الجاستريك سكريشن از هايلي اسيدك، يعني ممكن توصل لواحد، هايلي اسيدك. طب التايبس اوف جاستريك سكريشن بتعتمد على الاوريجن، اللي هو الجاستريك جراندز. جاستريك جراندز دي اللي هتطلع السكريشنز. الجاستريك جراندز دي بتمتاز بايه؟ انها سيمبل تيوبولار جراندز، سيمبل تيوبولار جراندز اوبن ادز ميوكوزال سيرفيس ادز جاستريك بيت. يعني سيمبل تيوبولار جراند بتفتح عند الميوكوزا، الميوكوزا السيرفيس عند الفتحات الصغيره في الميوكوزا الايه سيرفيس بقول عليها الجاستريك بيتس. الجلاند ديت في انواع مختلفه من السيلز، كل سيل بتطلع لي سكريشن معين، فهلاقي مهمه جدا تتحفظ زي اسم اسم السيل والسكريشن اللي بيطلع منها، لان هي ديت الايه التايبس اوف سكريشنز اللي بتطلع من الاستومك. فهلاقي الميوكس نيكسل او بيتقال عليها الجوبلت سيل دي بتطلع لي ايه ميوكس. التشيف سيل واسم الدلع بتاعها بيبتيك سيل بتطلع لي ايه بيبسينوجين وانزيمز. اوكزنتيك سيل واسم الدلع بتاعها بارايتال سيل بتطلع لي اتش سي ال والانترنسيك فاكتور اللي هو مهم جدا، essential for life for absorption of vitamin B12، ده هنجيب سيرته كمان شويه. ودي الحاله بتاعتنا احنا دلوقتي، لما حصل جاستريكتومي البريتال سيل او الاوكسنتيك سيل ما عادتش موجوده، الانترنسيك فاكتور مش هيطلع، فمش هيحصل ابزوربشن للفيتامين بي 12، فيحصل ايه فيتامين بي 12 ديفيشنس انيميا اللي انا بقول عليها برنيشيس ايه انيميا. الجي سيل دي بتطلع لي جاسترين هرمون، الدي سيل بتطلع سوماتوستاتين، الانتروكرومافين لايك سيلز بتطلع لي هيستامين. يبقى انا لما اقول لك السكريشنز اللي بتطلع من الايه من الاستومك، بدل ما تقعد تقول لي ده ميوكس ده انزيمز ده انترنسيك فاكتور ده اتش سي ال ده هيستامين ده سوماتوستاتين ده جاسترين ده ما اعرفش ايه، لا انا عايزك تقولها لي تبعا لايه السيل والسكريشن، تبقى سهله الحفظ ودي الاساس. الميوكس نك او الجوبلت سيل طلع لي ايه ميوكس، التشيف او البيبتيك سيل بيبسينوجين وانزيمز، اوكزنتيك او بارايتال سيل طلع لي اتش سي ال وانترنسيك فاكتور، الجي سيل طلع جاسترين، الدي سيل تطلع سوماتوستاتين، الانتروكرومافين لايك سيل تطلع لي الهيستامين. لما بص على الصوره اللي قدامي دي قال لك لاحظ الاتي، ان البايلوريك كانال هنا البايلوريك كانال اند كاردياك ريجن الجزء الفوقاني ده كونتين جوبلت سيلز اونلي، يعني المدخل والمخرج بتاع الاستومك بيطلع لي ايه ميوكس، جوبلت سيل بتطلع ميوكس. طب تاني ملحوظه، ذا بادي اند فاندس اللي هو البروكسيمال يونت، الفاندس والبادي اللي هو البروكسيمال يونت كونتين اول تايبس اوف سيلز اكسبت جي سيل اللي هي الجاسترين سكريتنج سيلز، يعني البروكسيمال يونت دي ما بتطلعش جاسترين لكن بتطلع كله بقى، تطلع اتش سي ال تطلع بيبسينوجين تطلع اذر انزيم تطلع ميوكس تطلع 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 لكن ما بتطلعش جاسترين. يبقى البروكسيمال يونت بتطلع كل السكريشنز ما عدا الجاسترين، ولذلك انا قلت اهو الفاندس والبادل اللي هو البروكسيمال يونت دازنت سكريت جاسترين ايه هرمون، ما بتطلعش الجاسترين لان ما فيش جي سيلز. وعرفت ان الايه البايلوريك كانال والكاردياك اوبننج تحتوي على ميوكاس اونلي. طيب ذا انترام اوف بايلوريك اريا، يعني الانترم هنا كونتينز جوبلت سيل بتحتوي على الجوبلت سيل، يعني هتطلع لي ميوكس، تحتوي على تشيف سيل او بيبتيك سيل يعني بتطلع بيبسينوجين واذر انزيمز، بتحتوي على الجي سيلز يعني هتطلع جاسترين، بتحتوي على الدي سيلز يعني هتطلع سوماتوستاتين، لكن ما بتحتويش على انتيروكروماثين لايك سيل ولا مين ولا البرايتال سيل او الاوكزنتيك سيل. يعني الديستال سيجمنت اللي هي الانترام والبايلورس ما بيطلعوليش مين لا اتش سي ال ولا هيستامين. يبقى البروكسيمال يونت بتطلع كل السكريشن اللي بتطلع من الاستومك ما عدا الجاسترين، لكن الانترام بيطلع كل السكريشنز ما عدا الاتش سي ال
والهيستامين، مهمه جدا عشان لما تسال ايه ام اس كيو. يبقى الالتر والبايلورس اللي هي الديستال يونت دازنت سيكريت اتش سي ال اور هيستامين، بينما البروكسيمال يونت دازنت سيكريت اي جي 3. مهمه النقط دي يا جماعه، مهمه جدا. طيب هبدا اتكلم على السكريشنز بتاعت الاستومك. هتكلم على اول حاجه الجاستريك اتش سي ال سكريشن. يهمني اعرف في ايه؟ محتاج اعرف السكريتوري سيل اللي بتطلع، البروسيس اوف جاستريك اتش سي ال سكريشن طبيعتها ايه؟ هل هي باسيف ولا اكتف؟ الميكانيزم بتاع الجاستريك اتش سي ال سكريشن بتتم ازاي؟ ايه الفاكتورز افكتنج جاستريك اتش سي ال سكريشن وايه الفانكشن؟ من النقاط المهمه جدا 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 النهارده في المحاضره. الجاستريك اتش سي ال سكريشن السكريتوري سيلز بيقول عليها اكزنتك او البارايتال سيلز. وخلي بالك الاتش سي ال سكريشن اوكيرز ان ذا ليومن اوف كاناليكولاي انسايد ذا ايه؟ اوكزنتك سيل. في الليومن يعني بيحصل الاتش سي ال يخرج على الايه؟ الليومن بتاع الكاناليكولاي زي ما هتشوف حالا في الصوره بتاع الاوكزنتك سيل. طيب طبيعه الجاستريك اتش سي ال اتش سي ال سكريشن از اكتف بروسيس، يعني محتاج انرجي. As hydrogen ions are secreted against a very high gradient. بلاقي concentration of hydrogen ions in gastric juice is 1 million times its concentration in plasma. يعني خلي بالك طب concentration في الجاستريك جوس مليون مره قد تركيزه الهيدروجين ايون في البلازما. يعني معناه ان انا بفرز الهيدروجين اجينست ايه؟ كونسنتريشن جريدينت، يبقى انا محتاج انرجي بقى اكتف بروسيس. طب الميكانيزم، تعال نبص على الصوره ونرجع نقرا الميكانيزم في جاستريك اتش سي ال تاني. دايما بقول الصوره ب 1000 كلمه. انا عندي البرايتال او الاوبزنتك سيل اهي، وهنا البلاد والانترستيشال فلويد هنا كده، وهنا الجاستريك ليومن، اليومن بتاع الكاناليكولاي اللي هيودي السكريشن للجاستريك ليومن. الكربون دايكسايد يدخل من البلاد للانترستيشال فلويد للسيلز، او الكربون دايكسايد يخرج من الميتابوليزم بتاع الاوكزنتيك سيل نفسها. هيلاقي في ميه جوه السيل، كربون دايكسايد يمسك في الووتر في وجود الكربونيك انهيدريز يعمل لي ويك اسيد اللي هو الكربونيك اسيد اللي هو ايزلي ديسوشيتس انتو هيدروجين ايون اند بايكربونيت. والبايكربونات is passively exchanged with chloride، تقوم داخلة على البلاط، هتلاقي الصوديوم تعمل صوديوم بايكربونات. يعني كل جزء زي ما هنشوف HCl بيتكون في جزء صوديوم بايكربونات بيتكون في الدم. يعني مع تكوين ال HCl بتزيد الالكالينيتي في الدم. طب نكمل. الهيدروجين ايون اللي خرج هنا اهوت من الديسوشيشن بتاع الكربونيك اسيد هيمسك فيه هيدروكسيل جروب اللي جاء من الديسوشيشن للووتر جوه الاوكزنتيك سيل. الووتر ده بيديسوشيت انتو هيدروكسيل جروب وهيدروجين ايون. الهيدروكسيل جروب هتمسك في الهيدروجين ايون عشان تعمل ووتر، يروح يحصل له ديفيوجن انتو ذا جاستريك ليوم. طب والهيدروجين ايون اكتفلي اللي بالازرق ده اكتف، وكل اللي بالاحمر اللي انا رسمته ده باسف. الهيدروجين ايون ده هيبقى ها اكتفلي سيكريتد انتو الزيليومين ان اكستشينج ويز بوتاسيوم. والكلورايد اللي جاي من الانترستيشال فلود ودخل الاوكزنتيك سيل هيحصل له سيكريشن انتو ذا جاستريك ليومين اكتفلي. يقوم الهيدروجين والكلورايد في الجاستريك ليومين يعملوا لي الاتش سي ال. يعني هلاقي كل الستبس في تكوين الاتش سي ال كلها باسيف ما عدا الخطوتين دول، الهيدروجين ايون والكلورايد ايون سكريشن انتو ذا جاستريك ايه ليومين. لما اجي اقرا الخطوات بقى تاني، يبقى اول حاجه زي ما قلت كربون دايكسايد فروم ميتابوليزم اور بلاد كومباين ويز ووتر in presence of carbonic anhydrase زي ما قلنا to produce carbonic acid which dissociates into hydrogen ion and bicarbonate. والبيكربونات زي ما قلت diffuse into the blood in exchange with chloride ودي passive process. الووتر in the cytoplasm of brighter or exantic cell dissociates into hydroxyl group، والهيدروكسيل دي هتعمل ووتر نتيجة ايه؟ التحامها مع الهيدروجين اللي جاي من الكربونيك اسيد dissociation.
والهيدروجين ايون اللي خارج من الديسوسيشن بتاع الوتر زي ما قلنا شفنا في الرسمه هيحصل له سيكريشن اكتفلي انتو ذا اليومن ان اكستشينج ويز بوتاسيوم باي هيدروجين بوتاسيوم بام. انت لو ركزت في الصوره معايا هتلاقي الكلام اللي بقوله ده سهل. الكلورايد اللي موجود جوه الاوكسينتك سيل دلوقتي is actively secreted into the lumen to unite with hydrogen and to form HCl اللي هو الهيدروكلوريك اسيد. ووتر اللي اتكون نتيجه ايه؟ التحام الهيدروجين اللي جاي من الديسوشيشن بتاع الكربونيك اسيد والهيدروكسيل جروب اللي جاي من الديسوشيشن بتاع الووتر عمل لي ووتر. يبقى هيدروجين وهيدروكسيل لحموا مع بعض واداني ووتر. diffused into the lumen forming isoosmotic HCl acid. خلي بالك بقى انا قلت كربونيك اسيد ديسوشيت انتو هيدروجين وكربون وايه بايكربونيت. البايكربونيت بيحصل لها ديفيوجن تو ذا كلورايد تو ذا بلاد ان اكستشينج ويز كلورايد فبتزود لي الصوديوم بايكربونيت في الدم. ده اللي انا بقول عليه بوست برانديال الكالاين تايب. بوست برانديال الكالاين تايب يعني بيزيد الالكالينيتي في الدم مع تكوين ال HCl. وبوست برانديال يعني معناها ده بعد الايه؟ بعد الوجبه، بعد الاكل بوست برانديال. لان معاها بيتكون HCl وكل جزء HCl بيتكون قصاده ايه؟ جزء بيكربونيت. يبقى بلاقي النتيجه ايه؟ ان انكريز دي بي اتش ان بلاد اند يورين افتر جاستريك اسيد سكريشن. يعني البلاد واليورين بيبقوا الكالاين. بعد ما يحصل ايه؟ الجاستريك اسيد سيكريشن. كلام جميل. طب ايه هي الفاكتورز افكتنج جاستريك اسيد سيكريشن؟ قبل ما اروح للفاكتور ادي الرسمه تاني على السريع اهو بعد ما قرينا الكلام. كربون دايكسايد دخل من الدم او الانترستيشال فلويد للوكزينتك او البرايتال سيل مع الميه في وجود الكربونيك انهيدريز تاني كربونيك اسيد ديسوشيتس انت هيدروجين اند بايكربونيت. بايكربونيت حصل لها ديفيوجن انتو ذا بلاد ان اكستشينج ويز كلورايد والديفيوزد ده اهو مسك في الصوديوم عمل صوديوم بايكربونات اللي هي بوست برانديال الكالاين تايب فزادت الالكالينيتي بتاعت البلاد وبتاعت اليورين. الكلورايد اكتفلي سكريتد انتو ذا جاستريك ليومن بينما الميه جوه البرايتال سيل ديسوشيت انتو هيدروكسيل وهيدروجين. الهيدروجين اكتفلي سكريتد انتو ذا ليومن اكستشينج ويز بوتاسيوم والهيدروكسيل اسوشيتد ويز هيدروجين اللي جاي لي من الاسوشيشن بتاع الكربونيك اسيد عشان تعمل لي ووتر اللي هو هيديفيوز انتو ذا ايه جاستريك ليومن عشان يعمل لي ايزو اوزموتيك اتش سي ال. يبقى كل الخطوات باسيف ما عدا الخطوتين دول اللي هو الكلورايد سكريشن انتو ذا ليومن بتاع الاستومك والهيدروجين اكستشينج ويز بوتاسيوم بقول عليها ايه بروتون بام. طيب اما اجي اقول لك بقى اللي هي فاكتورز افكتنج جاستريك اسيد سكريشن او بقول عليها ريسبتورز اون بارايتال سيل. ابص على الصوره وارجع للكلام اللي مكتوب تاني. ادي الاوكسينتك او البارايتال سيل وكانت ادي عمليه تكوين الاتش سي ال. قالوا ان سواء ستيميوليشن او انهبيشن للاتش سي ال سكريشن بيعتمد على ان انا ازود او اقلل الهيدروجين بوتاسيوم بامب. فبلاقي السوماتوستاتين على سبيل المثال بيستيميليت جي انهبيتوري بروتين ان ذا سيل ممبرين اوف اوكزينتك او بارايتال سيل بيروح يعمل انهبيشن للسايكليك اي ام بي فبالتالي بيقلل لي الاتش سي ال سكريشن لان زياده السايكليك اي ام بي بيزود الاتش سي ال سكريشن فبالتالي لما يقل هيقل الاتش سي ال سكريشن. بينما الهيستامين له ريسبتور على الاوكزينتك او البرايتال سيل اسمه اتش 2 ريسبتور. لما يحصل بايندنج مع الهيستامين بتزود لي الانتراسيلولار سايكليك اي ام بي فبيزود لي الهيدروجين بوتاسيوم بامب يعني بيزود لي جاستريك اتش سي ال سكريشن. بينما السايميتيدين بينهبت الاتش 2 ريسبتور هيستامين ريسبتور 2 فبالتالي هيقلل لي السايكليك اي ام بي فيقلل الجاستريك اسيد سكريشن وعشان كده بيستخدم في علاج البيبتيك ألسر. يعني لحد دلوقتي في اثنين هما بيقللوا الاتش سي ال سكريشن واحد بيزود سوماتوستاتين والسايميتيدين بيقللوا لي الاتش سي ال سكريشن بينما الهيستامين بيزود.
بعد كده في حاجه اسمها بروستاجلاندين اي 2، بيشتغل على ريسبتور اي بي 3 على الاوكزينتك سيل او البرايتال سيل، فبتعمل انهبيشن للسايكليك ام بي، فتقلل لي الهيدروجين بوتاسيوم بام، فتقلل لي الاتش سي ال سكريشن، يعني برضك تستخدم في علاج البيبتيك ألسر. بينما الاسبرين بينهبت الفورميشن اوف بروستاجلاندين اي 2، فبيزود السايكليك ام بي، فيزود الاتش سي ال سكريشن، وبالتالي الاسبرين ممكن يعمل بيبتيك ألسر، قرحه في المعده. الاسيتايل كولين له ريسبتور ماسكارينك ريسبتور 3، كولينرجيك ماسكارينك ريسبتور رقم 3، بتشتغل عن طريق انها بتزود الانترا سيلولار كالسيوم، فهيزود لي الهيدروجين بوتاسيوم بام، فهيزود جاستريك اتش سي ال سكريشن. بينما الاتروبين ده انتي كولينرجيك انتي ماسكارينك ريسبتور، بيبلوك الماسكارينك ريسبتور 3، فهيقلل انترا سيلولار كالسيوم، فيقلل الجاستريك اتش سي ال، فيستخدم في علاج البيبتيك ألسر. الجاسترين هرمون له سيرتين ريسبتور، جاسترين ريسبتور على الاوكزينتك او البرايتال سيل، فيزود الانترا سيلولار كالسيوم، فيزود الهيدروجين بوتاسيوم بام، فيزود الاتش سي ال سكريشن. يبقى واضح ان الفاكتور ذات افكت جاستريك اتش سي ال سكريشن في حاجات بتشتغل عن طريق انها بتكنترول السايكليك اي ام بي جوه الاوكزينتك سيل، في حاجات بتشتغل عن طريق انها بتكنترول الانترا سيلولار كالسيوم. الحاجات اللي تزود الانترا سايكليك اي ام بي زي الهيستامين، ده هيزود لي مين؟ جاستريك اتش سي ال. والحاجات اللي هتقلل لي السايكليك اي ام بي جوه الخليه زي سوماتوستاتين، سايميتيدين والبروستاجلاندين اي 2، ده هيقلل لي الاتش سي ال سكريشن، ممكن يستخدمه في علاج البيبتيك ألسر. والحاجه اللي هتقلل اللي هتزود لي السايكليك ام بي اندايركت زي الاسبرين، ممكن تعمل برضك زياده جاستريك اتش سي ال سكريشن. بينما الحاجات اللي تزود الكالسيوم انترا سيلولار زي الاسيتايل كولين والجاسترين يزودوا لي الجاستريك اتش سي ال سكريشن، بينما اللي يقللوا زي الاتروبين يقلل لي الجاستريك اتش سي ال سكريشن. ادي الكلام اللي على الصوره، لما ارجع للجدول مرتبها لك اهو، في الماده اللي هتكلم عنها الريسبتور بتاعها تاثيرها والميكانيزم. لقيت الهيستامين بيشتغل على الاتش 2 ريسبتور واللي هي بلوكت باي سايميتيدين، فبلاقي بيزود الجاستريك اتش سي ال سكريشن من خلاله بيزود السايكليك ام بي. بروستاجلاندين اي 2 بيشتغل على بروستاجلاندين اي ريسبتور رقم 3، فبيقلل لي الجاستريك اتش سي ال سكريشن، وبالتالي يوز ان تريتمنت اوف بيبتيك ألسر، والميكانيزم بيقلل لي تراسيلولار سايكليك ام بي. السوماتوستاتين بيشتغل عن طريق انه بيستيميوليت الجاستريك الجي بروتين انهبيت جي بروتين اللي هو جي اي بروتين في السيل ميمبرين، فيقلل الجاستريك اتش سي ال سكريشن عن طريق انه بيقلل سايكليك ام بي. الاسيتايل كولين بيشتغل على ماسكارينك ريسبتور رقم 3 اللي هي بلوكد بالاتروبين، فالاسيتايل كولين بيزود الجاستريك اتش سي ال سكريشن عن طريق انه بيزود الانترا سيلولار كالسيوم. الجاسترين بيبايند ويز جاسترين ريسبتور، فبالتالي بيزود الجاستريك اتش سي ال سكريشن، يزود الانترا سيلولار كالسيوم. واضح ديت الصوره اللي انا قلتها حالا، وبالتالي ملحوظه صغيره افتكرها، الاسبرين كوز بيبتيك ألسر من خلال انه بيقلل البروستاجلاندين اي 2 فورميشن، هيؤدي الى انكريز جاستريك اتش سي ال سكريشن اند جاستريك ألسر. دايما بقول الصوره ب 1000 كلمه، عود نفسك ترسم الصوره وتبص عليها، تسهل لك كتير قوي اكتر من الكلام المكتوب نفسه، وتفهمك الكلام اللي انت عايز تكتبه. كلام جميل. يبقى ديت الفاكتورز افكتنج جاستريك اسيد سكريشن. طب ايه هي الفانكشنز بتاعت الجاستريك اتش سي ال سكريشن؟ مهمه جدا جدا. الاتش سي ال سكريشن من المواضيع الفيتال، مهمه جدا كل نقطه فيه. فاول حاجه ستيرلايزيشن، بلاقي ان الجاستريك اتش سي ال بيكل بكتيريا باي هاي اسيديتي، ف انا بلاقي الجاستريك بي اتش بتوصل لواحد هايلي اسيدك، يبقى بتعمل تعقيم للايه؟ للقايه. طب تاني وظيفه للجاستريك اتش سي ال بروتين دايجيشن، عن طريق ان الاتش سي ال دوت بياكتيفيت البيبسينوجين انتو بيبسين، وبيجيف اوبتيمم بي اتش فور بيبسين افكت، زائد انه بيساعد في الهيدروليسيس اوف بروتين،
يبقى بيعمل استريلايزيشن، بيعمل بروتين دايجيشن. تالت حاجه بيعمل كيردلنج اوف ميلك، تخثر للبن. الطفل ده بيرضع لبن سائل، بعد شويه تلاقيه رجع لبن مجبن سيمي سوليد. ليه؟ لان الاتش سي ال عمل كيردلنج اوف ميلك. يعني ايه؟ حصل ان الميلك بروتين مولكيولز اتراكت وانا نظر فورم كيردلز اور لامبس، عمل تخثر حتت مجبنه كده. ليه؟ لان الاتش سي ال عمل تغيير في طبيعه البروتين، بقى الايه؟ بقى الميلك بقى سيمي سوليد، بقى كانه زي ما قلت مجبن كده، له سائل وله صلب. يبقى لحد دلوقتي الجاستريك اتش سي ال عمل استريلايزيشن للفود، تاني حاجه بروتين دايجيشن، ساعد البروتين دايجيشن، ثم كيردلنج اوف ميلك. تالت حاجه بينشيت حاجه اسمها انتيرو جاستريك انهبيتوري ريفلكس، وده هنتكلم عنها واحنا بنتكلم في ريجوليشن اوف جاستريك سكريشن. الاتش سي ال انتري انتو ذا ديودنم بيقلل بوث جاستريك سكريشن اند ايفاكويشن، ده اللي انا بقول عليه انتيرو جاستريك ريفلكس. انتيرو جاستريك ريفلكس وجود الاتش سي ال في الديودنم بينهبت جاستريك سكريشن اند ايفاكويشن. الجاستريك اتش سي ال سكريشن بيزود حاجه اسمها انتيرو جاسترون هرمون سكريشن. يبقى زي ما انشيت عمل الانتيرو جاستريك انهبيتوري ريفلكس او الانتيرو جاسترون انهبيتوري ريفلكس، فزود حاجه اسمها انتيرو جاسترون هرمون سكريشن. الله على وعظم، الله على وعظم، الله على وعظم، الله على وعظم. فزود الانتيرو جاسترون هرمون سكريشن الاتش سي ال انتري انتو ذا ديودنم، زود السكريشن لمجموعه من الهرمونات، اربع هرمونات سميناهم على بعض انتيرو جاستريك هرمونز او انتيرو جاسترون هرمونز، اللي هم السكريتين، الكولسيستوكاينين، جاستريك انهبيتوري بيبتايد، والفازو اكتيف انتستاينال بيبتايد. فالنتيجه هنا ان قلل الجاستريك سكريشن اند ايفاكويشن. يبقى تاني التكرار بيعلم الشطار. جاستريك اتش سي ال فانكشن عمل استراليزيشن، بروتين دايجيشن، كيردرنج اوف ميلك، انيشيتس انتيرو جاستريك انهبيتوري ريفلكس، زود الانتيرو جاسترون هرمون سكريشن. طيب الوظيفه اللي بعد كده قال لك بيزود البايل اند بنكرياتيك سكريشن عن طريق انه زود لي السكريتين هرمون. احنا لسه قايلين اهو من ضمن الهرمونات اللي زودها الانتيرو جاسترون هرمون سكريشن كان السكريتين، والسكريتين دوت بيزود البايل والبنكرياتيك سكريشن. طيب بعد كده كمان الجاستريك اتش سي ال مهم جدا للابزوربشن بتاع الايرن والكالسيوم. مهم في الابزوربشن بتاع الايرن عن طريق انه بيعمل كونفرشن، بيحول كونفرتنج الفرك للفرس، يا فيصل عمليه الامتصاص. الايرن بيمتص في صوره الفرس اللي هو ثنائي التكافؤ، والاكل فيه الحديد في صوره فرك. فالاكل لما بينزل للمعده الاتش سي ال بيحول للايرن من فرك لفرس عشان يعرف يمتص. تاني حاجه ان الجاستريك اتش سي ال بيسهل امتصاص الكالسيوم باي بريفنتنج كالسيوم سولت بريسيبيتيشن. في الالكالاين ميديم الكالسيوم بيحصل له بريسيبيتيشن، وجود الاسيد بيعمل زياده للايونيزيشن اوف كالسيوم، فيحافظ على الكالسيوم ان انبريسيبيتيتد فورم، فيبقى سهل الامتصاص. تاني عمل انيوميريشن للجاستريك اتش سي ال فانكشنز لانها غايه في الاهميه. استريلايزيشن، بروتين دايجيشن، كيردلنج اوف ميلك، انيشيتس انتيرو جاستريك انهبيتوري ريفلكس، بيزود الانتيرو جاسترون هرمون سكريشن، بيزود البايل سكريشن وبنكرياتيك سكريشن، بيزود الابزوربشن اوف ايرن اند كالسيوم. يبقى انا بتكلم في الجاستريك اتش سي ال، غطيت السكريتوري سيل هي ايه، النيتشر بتاع السكريشن ايه، الميكانيزم، فاكتورز افكتنج اند فانكشن. من اهم اجزاء المحاضره لازم تكون حافظها زي اسمك النهارده. كلام جميل. طيب لما اجي اتكلم بقى على جاستريك سكريشنز اذر ذان اتش سي ال، احنا اتفقنا ان الجاستريك سكريشن بتحتوي على حاجات ثانيه كتير غير الاتش سي ال، فنتكلم عنها. الجاستريك سكريشنز اذر ذان اتش سي ال هتشمل ايه؟ الجاستريك انزيمز، الانترنسيك فاكتور، الجاستريك ميوكس، الجاسترين هرمون. لو بدات بالانترنسيك فاكتور، الانترنسيك فاكتور اللي الحاله بنتكلم عنها النهارده عباره عن جلايكو بروتين النشر سكريتد باي اوكزينتيك او بارايتال سيل ويز اتش سي ال، يعني اتش سي ال بيفرز معاه الانترنسيك فاكتور من الاوكزينتيك او البارايتال سيل. الفانكشن بتاع الانترنسيك فاكتور ايه؟ It is essential for absorption of vitamin B12 اللي هو الاكسترنسيك فاكتور. فيتامين بي 12 نفسه اسم الدلع بتاعه اكسترنسيك فاكتور. ليه؟ لانه بيتشال بالانترنسيك فاكتور اللي بيخرج من الاستومك.
بيمتص فين هذا الفيتامين بي 12؟ في التيرمينال اريا. طيب لو حصل ديفيشنسي للانترنسك فاكتور زي في حالات الجاسترايتس او حالات الجاستريكتومي، ايه اللي هيحصل؟ هيقل الابزوربشن اوف فيتامين بي 12 ان تيرمينال اريا، هيؤدي الى برنيشيوس انيميا اللي انا بقول عليها فيتامين بي 12 ديفيشنسي انيميا، او بقول عليها مالجنانت انيميا، وبتبقى اسوشيتد ويز نيورولوجيكال مانيفستيشن، عشان كده بيقولوا عليها مالجنانت او برنيشيوس انيميا. طيب امال الجاستريك انزيمز بقى؟ الجاستريك انزيمز هتشمل البيبسينوجينز، الاميليز فروم سلايفا، الجاستريك لايبيز، الجيلاتينيز، الرينين. لو بدات بالبيبسينوجينز يهمني اعرف الاوبتيمم بي اتش، مهمه جدا تنسي الام اس كيو فور اكشن، النيتشر بتاعته ازاي بيتم اكتيفيشن له، الفانكشن ثم التايمز. البيبسينوجين الاوبتيمم بي اتش الاكشن بتاعه 1.6 من 10 ل 3.8 تتحفظ الى اسيد زي بتاعت زي المعده، المعده بتوصل الاسيديتي فيها الواحد، فبلاقي الاوبتيمم بي اتش بتاعت البيبسينوجين 1.6 من 10 ل 3.8. اوبتيمم بي اتش فور اكشن يعني البي اتش المناسبه لشغله، لو في ليميت اعلى او اقل من كده هيبقى ان اكتف. فالاوبتيمم بي اتش بتاع البيبسينوجينز من 1.6 من 10 ل 3.8. طب النيتشر بتاعت البيبسينوجين، البيبسينوجين از بريكارسر اوف بيبسين ويتش انيشيتس بروتين دايجيشن. البيبسينوجين مهم جدا عشان البروتين دايجيشن، والبيبسينوجين از ان اكتف فورم بتاع البيبسين، محتاج ان انا انشطه عشان يتحول للبيبسين عشان يبدا عمليه البروتين دايجيشن. بيتم الاكتيفيشن ازاي؟ ان اكتف بيبسينوجين في وجود الاتش سي ال از كونفرتد انتو اكتف بيبسين، يعني البيبسينوجين عشان يشتغل محتاج اتش سي ال، ودي وظيفه من ضمن وظائف الايه جاستريك اتش سي ال اللي انا لسه قايلها. طب وظيفه البيبسينوجين ايه؟ بروتين دايجيشن، بيكسر البروتينات انتو بروتيزس اند بوليبيبتيدز. طب انواع البيبسينوجينز ايه؟ في بيبسينوجين 1 وبيبسينوجين 2، ايه الفروق اللي بينهم؟ البيبسينوجين 1 بيمتاز ان اوف لارج فوليا، كميته كتير، سيكريتد باي تشيف اور بيبتيك سيل، اتس سيكريشن از لينكد ويز اتش سي ال سيكريشن، يعني له علاقه بالاتش سي ال سيكريشن. امال بيبسينوجين 2 ليسن اماونت زي بيبسينوجين 1، سيكريتد باي ميوكوزال سيل مش بواسطه البيبتيك سيل، اتس سيكريشن از نوت لينكد تو اتش سي ال سيكريشن، يعني ملوش علاقه بالاتش سي ال سيكريشن. يبقى انا كده اتكلمت على البيبسينوجينز. تاني انزيم حاجه اسمها الاميليز، ده بيجي من السلايفا، من اللي هو بيفرز مع السلايفا وبينزل مع السلايفا للايه؟ للمعده. طيب الانزيم التالت حاجه اسمها الجاستريك لايبيز. الاميليز ده بيشتغل على كربوهيدرات، لكن اللايبيز يشتغل على الدهون. الاوبتيمال بي اتش بتاعته تتحفظ بردك ثلاثه عشان بتسيل ام اس كيو. It acts on shorted chain fat، ما احنا قلنا بيشتغل على ليبيد. الانزيم اللي بعد كده جيلاتينيز، ده ليكويفايز جيلاتين، بيشتغل على ماده اسمها جيلاتين ايه؟ يعمل لها ليكويفاكشن او ليكويفيكيشن. ثم الانزيم الخامس حاجه اسمها الرينين، دبل ان، مش الرينين الثاني اللي هو الهرمون اللي بيطلع من كده، لا ده انزيم اسمه رينين، ده بيعمل ميلك كلوتنج، بقول عليه ميلك كلوتنج انزيم. ده نوت بريزنت ان هيومن. يبقى بالتالي الجاستريك انزيمز بتشمل ايه؟ البيبسينوجينز وده اهمهم، الاميليز اللي نازل من السلايفا، جاستريك لايبيز، جيلاتينيز، والرينين. وانا بتكلم في الجاستريك سيكريشنز اذر ذان اتش سي ال، اتكلمت على الجاستريك انزيمز، اتكلمت على الانترنسيك فاكتور. طيب الجاستريك ميوكس بقى، قال خلي بالك الجاستريك ميوكس سيكريشن انا عندي نوعين، يبقى خلي بالك كده وانا بتكلم في جاستريك سيكريشنز اذر ذان اتش سي ال، اتكلمت على الجاستريك انزيمز، اتكلمت على الانترنسيك فاكتور، اتكلمت على الجاستريك، هتكلم بقى دلوقتي على الجاستريك ايه؟ ميوكس. طيب الجاستريك ميوكس، الجاستريك ميوكس عندي نوعين، في سوليابل سين ميوكس حاجة اسمها انسوليابل ثيك ميوكس. في كل واحد فيهم عايز اعرف النيتشر بتاعته، الاوريجين جاي من ايه؟ ايه اللي بيتحكم فيه؟ ثم الفانكشن. السوليابل ثين ميوكس ده عبارة عن ميوكوبروتين الناتشر طالع من الميوكس نيكسل،
increased by vagus nerve stimulation وفايدته lubrication for gastric cavity. بيلين الايه الاكل عشان ما يجرحش في الجدار بتاعت الايه المعده. امال الانسوليابل ثيك ميوكس هو ثيك وبلاقيه الكلاين فيسيد لازك ميوكس بيطلع من السيرفيس ابيثيليا وستيميوليتد باي بروستاجلاندنز ووظيفته ايه؟ بروتكت جاستريك وول فروم دايجيشن اند اسيديتي. ده جزء من الجاستريك ميوكوزال بارير اللي اتكلم عنه كمان شويه. يبقى لازم ابقى عارف الفرق ما بين الاثنين السوليابل والانسوليابل ايه؟ السوليابل اند انسوليابل ميوكس. واحد ثن واحد ثيك. واحد بيطلع من الميوكس نكسل واحد بيطلع من السيرفيس ابيثيليال واحد بيطلع بيستفار بالفيجاس والتاني بالبروستاجلاندين واحد وظيفته لوبريكيشن التاني اللي هو الانسوليبل ثيك ميوكاس ده بروتكتيف جزء من الجاستريك ميوكوزال بارير. طب الجاستريك ميوكوزال بارير بقى الفانكشن بتاعته بروتكت جاستريك ميوكوزا فروم اتش سي ال بيحمي بيبطن الميوكوزا بتاعت المعده عشان يحميها من الاتش سي ال. بيتكون من ايه؟ بيتكون من حاجه اللي انا لسه قايلها حالا انسوليابل ثيك الكلاين ميوكس ده عباره عن 1 ملم لاير سكريتد باي سيرفيس ابيثيليال سيل. تاني حاجه الميوكوزا السيلز نفسها اللي هي سيرفيس ابيثيليال سيلز ار امبيرميبل لمين؟ للهيدروجين ايون which is bumped into the lumen وللصوديوم which is bumped into interstitial ايه؟ fluid. يعني ايه؟ كمان الميوكوزال سيلز امبيرميبل للهيدروجين وامبيرميبل للصوديوم. فده بيدي نوع من انواع البروتكشن. ثم التايت جنكشن بتوين ميوكوزال سيلز which prevent passage of HCl in between cells يعني بيمنع ال HCl يدخل ما بين الخلايا فيبقى يدمرها لا هو بيحميها بيمنع ال HCl يمشي بين الخلايا فبالتالي الخلايا بتدنها سليمه ما تتدمرش. ثم في بايكربونيت ايونز دي فايدتها انها تو نيوترلايز الاسيد سكريتد باي سيرفيس ابيثيليال سيل. يبقى البايكربونيت ايونز ديت بيحصل لها سكريشن بالايه؟ سيرفيس ابيثيليال سيل. علشان تعمل يبقى سيرفيس ابيثيليال سيل لحد دلوقتي امبيرنبل للهيدروجين والصوديوم وبينها تايت جنكشن وبتطلع لي كمان بايكربونات خلي بالك. ثم في بروستاجلاند ديت ستيميليت انسوليبل ثيك الكالاين ميوكوس سكريشن وانهبت اتش سي ال سكريشن. يبقى اما تتكلم على الجاستريك ميوكوزال بارير بيتكون من الاتي انسوليبل ثيك الكالاين ميوكوس والميوكوزال سيلز او سيرفيس ابيثيليال سيل اللي هي بطبيعتها امبيرمبل للهيدروجين وللصوديوم اللي بينها كمان تايت جنكشن فبتعمل بروتكشن اجينس اتش سي ال وبتطلع بايكربونات اللي بتعمل نيترايزيشن اتش سي ال بالاضافه ان في اللايرز في بروستاجلاندين اللي بيزود الانسوليبل ثيك الكلام ميوكس. امال الديودينم هنشوف الصوره حالا. امال الديودينم از بروتكتد فروم جاستريك اتش سي ال بايه؟ بالميوكوزال بارير وبحاجه اسمها بنكرياتيك الكالاين سكريشن. البنكرياس بتطلع الكالاين سكريشن فبيحاول يعمل نيوتراليزيشن للاتش سي ال. لما ابص على الصوره ديت هلاقي ادي الجاستريك ليومن اهو وهنا البلاد. هلاقي في عندي ايه؟ في ثيك الكالاين ميوكس هنا اهو. انسوليبل ثيك الكالاين ميوكس فيسيد لاير دي تشتغل تعمل تحاول تعمل بروتكشن للميوكوزا. ثم عندي ميوكوزال سيلز سيرفيس ميوكوزال سيل بينها تايت جنكشن بالاضافه انها بتطلع بيكربونات بالاضافه انها امبيرميبل للهيدروجين وللصوديوم. طيب وقلنا كمان ان في بروستاجلاندنز بتزود الايه؟ ها؟ بتزود الالكالاين ميوكوزال سكريشن. يبقى انا كده اتكلمت على الجاستريك ميوكوزال بارير. طيب من ضمن الحاجات اللي بتطلع في الجاستريك سكريشن الجاسترين هرمون من الجي سيلز. يهمني اعرف فيه الاستراكشر التايبس بتاعت الجاسترين هرمون
السورسز او السايتس اوف سكريشن، يهمني اعرف الاكشن او الفانكشن بتاعت الجسترين هرمون، ثم الريجوليشن اوف سكريشن. مهم جدا الجسترين هرمون، من الحاجات اللي بتصير كتير جدا برضه ام اس كيو او اسئله قصيره، بالذات الاكشن والريجوليشن. الجسترين هرمون ده عباره عن بوليبيبتيد هرمون، في منه 3 تايبس اكوردنج لعدد الامينو اسيدز اللي فيه كل نوع. ففي جي 14 يبقى في 14 امينو اسيد، في جي 17 وده الموست امبورتنت وان في 17 امينو اسيد، وفي جي 34 يبقى في 34 امينو اسيد، يبقى في جي 14 و17 و34 الموست كومن او الموست امبورتنت قصدي، اللي هو الوسط في العدد اللي ما بين ال 14 و34 اللي هو 17، خير الامور الوسط عشان ما تفتكرها في الامتحان. طب السورسز او السايتس اوف سيكريشن، الجسترين هرمون ممكن يطلع من الجي سيلز في الانترم اوف ذا ستومك، قلنا ما بيطلعش من البروكسيمال سيجمنت، يعني ما بيطلعش لا من الفاندس ولا من البادي اوف ستومك، بيطلع من الانترم، يبقى من الانترم اوف ذا ستومك. وهذه الجي سيلز ده اهي فلاسك شيب هاف مايكروفيلاي كونتين ريسبتورز، ماشي. تاني سيلز بيطلع منها الجسترين هرمون التي جي سيلز in the mucosa of the stomach and the small intestine، ودي مني بتطلع لي جي 34. طب ايه هي الفانكشنز او الاكشنز بتاعت الجسترين هرمون؟ الجسترين هرمون من اسمه جسترين، يعني هيشتغل على الجاستريك اللي هي الاستومك، فبيشتغل على الاستومك يزود الجاستريك جروث سكريشن اند موتيليتي، يعني بيزود الجروث بتاع الاستومك، بيزود السكريشن بتاع الاستومك، بيزود الموتيليتي. بيشتغل على البنكرياس فيزود الاكسوكراين والاندوكراين بنكرياتيك سكريشن. بيشتغل على السفنكترز اللي هو اللور اسوفيجيال سفنكتر، يعمل له كونتراكشن. يشتغل على الاليوسيكال سفنكتر اللي هو الصمام اللي ما بين الاليوم والسيكم، ما بين السمول انتس واللارج انتس، بيعمل له ريلاكسيشن. لما بص على الصوره كده يبقى الاكشنز اهو على الاستومك بيعمل ايه؟ بيزود الجاستريك جروس وسكريشن وموتيليتي. على البنكرياس بيزود الاكسوكراين والاندوكراين بنكرياتيك سيكريش، على السفنكتر كونتراكت اللور اسوفيجيال سفنكتر وبيريلاكس الاليوسيكال ايه سفنكتر. الريجوليشن اوف جاسترين هرمون سيكريشن غايه في الاهميه، تسال ام اس كيو ممكن تتسال سؤال قصير. في فاكتورز بتزود الجاسترين هرمون سيكريشن وفي فاكتورز بتقلل الجاسترين هرمون سيكريشن. ايه الحاجات اللي تزود الجاسترين هرمون سيكريشن؟ في كيميكال فاكتورز زي الامينو اسيدز، زي الالكحول، زي البوليبيبتيدز، زي الكافيين. الحاجات دي لو وجدت في المعده تزود الجاستريك جاسترين هرمون سيكريشن، يبقى امينو اسيدز، الكحول، بوليبيبتيد وكافيين. امينو اسيد تبدا بحرف ايه؟ الكحول بحرف ايه؟ ثم بوليبيبتيد بي، ثم كافيين سي، يبقى اي بي سي. اي بي سي امينو اسيد، الكحول حرف الايه؟ البي اعتبرها بوليبيبتيد، والسي كافيين. دول وجودهم بيزود لي الجسترين هرمون سكريشن. في اليومينال فاكتور لو حصل استومك ديستنشن، لما الواحد ياكل والمعده تتمدد تزود الجسترين سكريشن، من ضمنها الجسترين هرمون سكريشن. بلاد بورن فاكتورز حاجات من الدم بقى زي الادرينالين هرمون وزي الكالسيوم، ولذلك الناس اللي بتاخد كالسيوم ممكن يحصل لها قرحه في المعده. ليه؟ لان هتزود الجسترين هيزود جاستريك اتش سي ال سكريشن. في نيورال فاكتورز زي الفيجال ستيميليشن باي جاسترين ريليزنج بيبتايد اللي هو جي ار بي، بيفرز من الفيجاس نيرف. سيمباثيتك ستيميليشن زي انكزايتي وانجر، دول هيزودوا دي للجاسترين هرمون سكريشن، يعني بيعتبروا ان الانكزايتي والانجر اكنها سيفير سيمباثيتك ستيميليشن، اكنها برا سيمباثيتك مجازا. طب دي الحاجات اللي تزود لي الجسترين هرمون سكريشن. طب ايه الحاجات اللي تقلل الجسترين هرمون سكريشن؟ انكريزد اسيديتي، لو البي اتش اقل من 2 هيؤدي الى نيجاتيف فيدباك من خلال ايه؟ ريليز اوف سوماتوستاتين. يبقى لما بتزيد الاسيديتي بيقل الجسترين هرمون سكريشن كنيجاتيف فيدباك. بلاد بورن فاكتور زي ايه؟ زي السكريتين، زي الكالسيتونين، زي الجلوكاجون، زي الجي اي بي، زي الفي اي بي، كل دول يعملوا لي ايه؟ يقللوا لي الجسترين هرمون سكريشن اللي هو الانتيرو جسترون هرمونز.
سكرتين في اي بي جي اي بي ومعاهم الجلوكاجون والكالسيتونين. نيورال فاكتور اللي هو سيمباثيتك ستيميشن اللي هو الفير والديبريشن اللي بتعتبر بيور سيمباثيتك بقى اللي بتقلل السكريشن بوجه العام. يبقى انا عرفت ايه الفاكتورز اللي تزود وايه الفاكتورز اللي تقلل الجاسترين هرمون سكريشن اللي هو غايه في الاهميه. يبقى الجاسترين سكريشن قلت في حاجات تعمل ستيميليشن حاجات تعمل انهبيشن وقلناها دي تعتبر توضيح للي انا لسه قايله حالا. طب الكنترول اوف جاستريك سكريشن. الكنترول اوف جاستريك سكريشن في حاجه اسمها كيفاليك فيز، حاجه اسمها جاستريك فيز، حاجه اسمها انتستاينال او انهبيتوري ايه فيز. الكيفاليك فيز الفانكشن بتاعتها ايه؟ ات كنترولز جاستريك سكريشن ان ريسبونس تو فود امتى؟ بيفور ريتشنج ستومك ان اورال كافيتي، عشان كده سموها كيفاليك فيز. يعني قبل ما الاكل يوصل للمعده والاكل لسه في الاورال كافيتي. It is responsible for 25% of the control mechanism of gastric secretion. النسبة تتحفظ في كتير ام اس كيو 25% من الكنترول ميكانيزمز كلها دي المسؤولة عنها الكيفاليك فيز. النيتشر بتاعتها برضه بتتسأل هي نيرفس اونلي نيرفس فيز ات از اندر نيورال كنترول اونلي يعني مالهاش دعوة باللي ايه بالهرمونال كنترول دي نيرفس كنترول بس. الفاكتورز افكتنج اللي زودها ايه واللي قللها ايه؟ اللي زودها الانكزايتي اتفقنا ان الانكزايتي عامل زي وكانه ايه سيفير سيمباثيتك ستيميليشن اكني بقولي مجازا يعني انه فيروس سيمباثيتك لكن هو سيمباثيتك فده بيزود الايه الكيفاليك فيس. الديكريز مع الدبريشن اللي هي تعتبر بقى زي سيمباثيتك اصلي انها تقلل. طب الميكانيزم اوف كنترول ميكانيزم اوف كنترول اوف كيفاليك فيس اوف جاستريك سيكريشن انا قلت انها نيورال كنترول وطالما نيورال كنترول يعني في كونديشند وان كونديشند ريفلكس. كونديشند ريفلكس يعني مشروط بحاجات مشروط ببريفيوس ليرنينج لانه اكوايرد ريفلكس ان انا اتعلمته وانتاكت سيريبرال كورتكس والاستيميلاي تكون ايه حاجه انا اكتسبتها سايكيك ستيميليشن اوف سيريبرال كورتكس زي ايه سيينج سميلينج اور ثينكينج اوف فود يعني الواحد يشوف اكل يشم اكل يقرا عن الاكل يفكر في الاكل يشم ريحه الاكل كل دوت حاجات محتاجه ايه انتاكت سيريبرال كورتكس ومحتاجه بريفيوس ليرنينج بقول عليها كونديشند ريفلكس. امال الان كونديشند ريفلكس ان كونديشند يعني مش مشروط بحاجه امبورن انا مولود به مش محتاج انتاكت سيريبرال كورتكس ولا محتاج بريفيوس ليرنينج دازنت ريكوير ايذر بريفيوس ليرنينج ولا انتاكت سيريبرال كورتكس. العيل لسه مولود لسه نازل من بطن امه لو حطيت صبعك في ريح بقه دوت هيضير وشه ويحاول يرضع. الاستيميلاي بيبقى دايركت كونتاكت اوف فود استيميليتس تيست باتس اللي هي التيست ريسبتورز اما يتحط الاكل في بقك ويزود الجاستريك سكريشن ده بقى عليه انكونديشند ريفلكس. طب نتيجه الكونديشند والانكونديشند والاستيميلاي دي ايه في الاثنين بقى؟ ان الوندا العصبيه هتروح للايه؟ للسنتر في الفيجن نيوكليو والريسبونس في الاثنين هيكون ايه؟ هيزيد الجاستريك سكريشن ايذر دايركتلي او اندايركتلي. دايركتلي من خلال ايه؟ stimulation of gastric glands الكيميكال ترانسميتر ريليز از اسيتايل كولي وبالتالي يبقى انهبيتد بايه بالاتروبين او اندايركتلي من خلال ريليز اوف جاسترين هرمون ان بدل ما ايه ما يبقى من خلال ريليز اسيتايل كولي وتطلع كيميكال ترانسميتر على طول لا يبقى من خلال انه هيزود الجاسترين والجاسترين هو بقى اللي هيزود الجاستريك سكريشن والكيميكال ترانسميتر هنا جاسترين ليزنج بتاعي. يبقى انا كده اتكلمت على الكيفاليك فيس اختصرها في الصوره دي. يبقى انا عندي سينج سميلينج ثينكينج ريدنج ثينكينج اوف فود ده بقول عليها كونديشن ريفلكس هيستيميليت ايه؟ السريبرال كورتكس ينزل يعمل استيميشن للهايبوثالامس والمضله اوبلونجات اللي فيها الايه؟ الفيجال نيوكليوس تستيميليت الفيجاس نير فتزود الجاستريك سكريشن. الطريقه الثانيه اللي هي الكونديشن بريزنس اوف فود ان ذا اورال كافيتي هيستيميليت التست بادز اللي هي التست ريسبتورز فتستيميليت الايه؟ هايبوثالامس والمضله اوبلونجاتا فيها الفيجال نيوكليوس استيميليت الفيجاس نير زود الجاستريك سكريشن. وهنا بيزيد بطريقتين زي ما قلنا يا اما الفيجاس نفسه يزود الجاستريك سكريشن الكيميكال ترانسميتر استايل كولين او الفيجاس هيروح يستثير السكريشن بتاع الجاسترين عن طريق جاسترين ليزنج ايه بالطاي.
يبقى اندايركت ميكانيزم، الجسرين يطلع يقوم يزود الجاستريك ايه؟ سيكريشن. كلام جميل. طيب امال الملحوظه المهمه جدا بقى، ذا رول اوف انكونديشند ريفلكسز ان كيفاليك فيس از بروفد باي حاجه اسمها شام فيدنج اكسبيرمنت. شام فيدنج يعني تغذيه كاذبه. يعني ايه شام فيدنج؟ تغذيه كاذبه ازاي؟ تجربه ازاي؟ لو جبنا كلب كده وخليناه ياكل، بس جينا هنا اهوت فتحنا في رقبته كده فتحه خلت الاسوفجاس الاكل يجي ينزل فيه يوم خارج في الشارع ما يوصلش للمعده، وجينا وصلنا المعده كده بباوتش لبره كده عشان نجمع السكريشن اللي فيه، يبقى الكلب لما يجي ياكل الاكل مش هيوصل للمعده، ده هيخرج من رقبته هنا، ورغم كده وجدنا ان السكريشن بيزيد. ده دليل ايه؟ دليل ان ده حاجه اسمها unconditioned reflex. يبقى the esophagus اللي هو الانبورن ريفلكس، يعني the esophagus of a dog is exposed، يعني احنا ايه فتحنا الايه الاسوفجاس بتاع الكلب، divided in the neck فتحناه so the food swallowed will pass to outside through this opening، الاكل هيترمي في الشارع، at the same time gastric fistula is inserted، يعني وصلنا المعده كده بايه بحاجه بره تخرج الاكل كده، عملنا فيستلا يعني وصلناها بحاجه تجمع فيها السكريشن. فهنا اهو although no food reaches the stomach الاكل ما وصلش للمعده، sham feeding increases gastric secretion، يعني presence of food in the oral cavity زود الجاستريك سكريشن من غير ما الايه ما الفود ينزل للمعده. ده دليل على ان في unconditioned reflex اللي هو الانبورن ريفلكس. الفيس الثانيه اللي بنتكلم عنها اللي هي الجاستريك فيس اوف جاستريك سكريشن، محتاج اعرف الفانكشن النيتشر الميكانيزم اوف كنترول والفاكتورز افكت. الفانكشن الجاستريك فيس كنترولز جاستريك سكريشن ان ريسبونس تو كايم او فود ان ذا ستومك، وجود الاكل في المعده ده اللي بيتحكم في الجاستريك سكريشن. It is responsible for 70% of the control mechanism of gastric secretion. كانت الكفاريك 25 دي 70 يعني بقى كام كده؟ 95%، يعني الفيس الثالثه اللي هتبقى موجوده لسه هتبقى 5%. كلام جميل. يبقى الجاستريك فيس 70%. النتشر بتاعتها نيرفس وهرمونال فيس، لكن الكفاليك كانت نيرفس بس. الميكانيزم اوف كنترول النيرفس كنترول عن طريق لوكال نيرف بلكسس وعن طريق الفيجو فيجر ريفلكس. لوكال نيرف بلكسس اللي هي الانتريك بلكسس اللي في الوول بتاع الجي اي تي، ديستنشن اوف ستومك او بريزنس اوف بوليبيبتيد في الاستومك هيستيميليت الميسنرز او سب ميوكوزال بلكسس فتزود الجاستريك سكريشن. ده بقول عليها اللوكال نيرف بلكسس او لوكال انتريك ريفلكس. امال الفيجو فيجر ريفلكس؟ لا ده لونج ريفلكس هيمشي من خلال الفيجاس. فود ان ذا ستومك ادي الامبلسز ان ذا فيجاس نيرف تروح للفيجال سنتر، يجي فيجال افرين هي انكريز الجاستريك سكريشن. الكيميكال ترانسميتر اثر كلين هنا فبالتالي انهبيتد باي اتروبين. ده النيرفس كنترول. طب الهرمونال كنترول عن طريق الجاسترين هرمون. الجاسترين هرمون انكريز جاستريك سكريشن. طيب الجاسترين سكريشن ستيميليتد بايه؟ ممكن عن طريق دايركت ستيمولاي زي بريزنس اوف ايه؟ الاي بي سي اللي احنا قلناها اللي بريزنس اوف الكحول او امينو اسيد او بوليبيبتيد او كافيين ان ذا ستومك، او عن طريق لوكال ريفلكس لوكال انتريك او فيجو فيجل. امال الفاكتورز افكتنج؟ الفاكتورز افكتنج اللي هي الهايبوجلايسيميا. الهايبوجلايسيميا اللي هي نقص البلاد جلوكوز بتزود الفيجال ستيميليشن فتزود الجاستريك سكريشن. لما ابص على الصوره عندي كده الجاستريك فيس والجاستريك سكريشن، يبقى في جاستريك ديستنشن بتعمل ايه؟ بتستيميليت الهرمونز اللي هو الجاسترين هرمون فيزود الجاستريك سكريشن، او بتستيميليت النيرفس كنترول عن طريق ايه؟ يا اما لوكال ميسنرز سب ميوكوزال بلكسس اللي هي اللوكال انتريك ريفلكس، او بتستيميليت الفيجال سنتر فيجو فيجال ريفلكس يزود الجاستريك ايه سكريشن. الفيس الاخيره في الكنترول بتاع الجاستريك سكريشن هي الانتستاينال، او بيقولوا عليها انهبيتوري فيس اوف جاستريك سكريشن. يهمني اعرف الفانكشن النيتشر الميكانيزم اوف كنترول.
الفانكشن ات كنترول جاستريك سكريشن ان ريسبونس تو كاين الانتستين افتر ليفنج ستومك، الاكل خلاص ساب الاستومك وماشي بيأثر على الجاستريك سكريشن. ات از ريسبونسبل فور 5% اوف ذا كنترول اوف ميكانيزم اوف جاستريك سكريشن. دي نيرفس وهرمونال برضك زيها زي الجاستريك فيز. الميكانيزم في حاجه اسمها نيرفس ميكانيزم اللي هي الانترو جاستريك ريفلكس، وحاجه اسمها هرمونال ميكانيزم اللي هو الانترو جاستريك هرمون او بقول عليها انترو جاسترون هرمون. نتكلم عن هرمونال ميكانيزم اللي هي الانترو جاستريك هرمونز او الانترو جاسترون هرمونز. الاستيمولاي بتاعها بريزنس اوف فات اند فاتي اسيد ان ذا ديودرم، لو وجد الفات والفاتي اسيد في الديودرم هيؤدي الى ريليز اوف انترو جاسترون هرمونز. دول فور هرمونز كولسيستوكاينين سكريتين جي اي بي جاستريك انهبيتوري بيبتايد والفي اي بي فازو اكتيف انتستاينال او انهبيتوري بيبتايد، فيعمل هرمونال فيدباك انهبيشن اوف جاستريك سكريشن اند موتيليتي علشان ايه يسهل الكومبليت دايجيشن اوف فات. طب النيرفس ميكانيزم اللي بقول عليها انتيرو جاستريك ريفلكس او يتقال عليها انتيرو جاسترون ريفلكس، يهمني الاستيمولاي التايبس اوف ريفلكس باس واي والريسبونس. مهم جدا انتيرو جاستريك ريفلكس، انتيرو جاسترون هرمون، انتستاينال فيس ممكن تتسال، كفاليك فيس ممكن تتسال، جاستريك فيس ممكن تتسال. الاستيمولاي فور انتيرو جاستريك ريفلكس بريزنس اوف امينو اسيد بريزنس اوف اسيدز فاتس اور هايبر اوزموتيك سوليوشن ان ديودرم، لو وجد الاسيد اللي هو الاتش سي ال او فاتس او هايبر اوزموتيك سوليوشن في الديودرم او ديستنشن اوف ديودرم باي فو، يبقى الاستيمولاي بتوعي لو وجد الاسيدز اللي هو الجاستريك اتش سي ال او فات او هايبر اوزموتيك سوليوشن في الديودرم او لو حصل ديستنشن للديودرم باي فو. الانترو جاستريك ريفلكس التايبس بتاع البصوي بتاعه ممكن يكون لوكال ريفلكس يعني في الول بتاعه جي اي تي الانتستين، او جانجليونيك ريفلكس ما بيوصلش للسي ان اس لكن بيوصل للريجونال جانجليون، او فيجو فيجر ريفلكس لا ده سنترال ريفلكس ده بيوصل للسي ان اس. الريسبونس او الامبورتنس ايه اهميه الانترو جاستريك ريفلكس؟ الريسبونس ايه؟ presence of acid fat or hyperosmotic solution او distinction للديدرام بالفود هيمشي في بصوي هيؤدي الى reflex inhibition of gastric secretion and motility، بيقلل الجاستريك سكريشن وموتيليتي، بيديلي الجاستريك ايميتنج، بيأخر الجاستريك ايميتنج عن طريق انه بيزود البيولوريك سفنكتر 2. وده مهم عشان ايه؟ ليه إيه اهميه ان انا اقلل الجاستريك ايميتنج ايه؟ اول حاجه تو انشور بروتين دايجيشن الاستومك، اتاكد ان حصل دايجيشن للبروتين في المعده. تاني حاجه تو بروتكت ديودرام فروم اوفر ديستنشن اند هايبر اسيديتي لحد ما اعمل نيوتراليزيشن باي الكالاين ديودرام سكريشن، واعمل بريفنشن للرابيد الكترولايت تشينجز ديورنج انتستاينال ابزوربشن، يعني اثناء الانتستاينال ابزوربشن امنع التغير المفاجئ في الايونات، لان لما الاقي الايه الاتش سي ال كتير في الديودرام هيزود امتصاص بعض الايونات زي الايه الايرن والكالسيوم بكميه كبيره فيلخبط الدنيا. لا انا عايز الحكايه تبقى ايه بالعقل. يبقى ديت الاهميه بتاعت الديرو جاستريك ريفلكس كريسبونس انهبيشن ريفلكس انهبيشن للجاستريك موتيليتي وسكريشن، بيديلي الجاستريك اللي هي مهمه جدا عشان اكد ان حصل دايجيشن للبروتين في المعده، اعمل بروتكشن للديودنم، واعمل بريفنشن اوف رابيد الكترولايت تشينج ديورنج انتستاينال ايه ابسوربشن. ادي الصوره عندي بتوريني الانتستاينال فيس اوف جاستريك سكريشن بريزنس اوف فاتس اند فاتي اسيد ان ذا ديودنم، هي من خلال انهم يشتغلوا لي على انتيرو جاسترون هرمونز الاربع هرمون سكريتين كولسيستوكاينين جي اي بي في اي بي، هيعمل لي انهبت جاستريك سكريشن اند موتيليتي، هيلب فات دايجيشن، بروتكشن اوف ذا ديودنم. بينما بريزنس اوف اسيد فات اور هايبر اوزموتيك سوليوشن او ديستنشن اوف ذا ديودنم باي فور من خلال لوكال ريفلكس او جانجليونيك ريفلكس او فيجو فيجر ريفلكس يعمل لي انترو جاستريك ريفلكس اللي هتبقى وظيفته ايه؟ هي انهبت جاستريك سكريشن موتيليتي اند ايميتنج، هي انشور بروتين دايجيشن ان ستومك، هي بروتكت ديودنم، هي بريفنت رابيد الكترولايت تشينجز ديورنج انتستاينال ايه؟ ابزوربشن. تو سمرايز الكلام اللي انا اتكلمت عنه، اتكلمت على الجاستريك فانكشنز،
كلمت على الجاستريك سكريشنز، كلمت على الميكانيزم والفانكشن والريجوليشن اوف جاستريك اتش سي ال سكريشن، كلمت على الفانكشن والريجوليشن اوف جاسترين هرمون سكريشن، كلمت على الريجوليشن اوف جاستريك سكريشن للفيسز بتاعتها الثلاثه وكل فيس منهم ممكن تتسال، اتكلمت على الانتروجاسترون هرمون وانتروجاستريك ريفلكس. ناخد بعض نمط لبعض اسئله الام اس كيو. اول حاجه انتيرو كروماتين لايك سيلز سيكريت ويتش اوف ذا فولوينج سابستانس، شاطر رقم سي استامين. ويتش اوف ذا فولوينج ستيميليت جاستريك اتش سي ال سكريشن، ها مين؟ شاطر اللي هو الجاسترين رقم ايه. السؤال اللي بعد كده، جاسترين هرمون سكريشن از انهبيتد باي ويتش اوف ذا فولوينج، فكر كده، شاطر اللي هو مين؟ السكريتين رقم دي. السؤال اللي بعد كده، ويتش هرمون از اكسكلودد تو بي ان انتروجاسترون هرمون، فكر كده، اكسكلودد يعني ايه؟ يستبعد انه يكون انتروجاسترون هرمون، شاطر رقم بي جاسترين. السؤال اللي بعد كده، ويتش جاستريك سيلز سكريت اتش سي ال اوكزنتيك او برايتال سيل، اللي هي رقم دي. السؤال اللي بعد كده، ويتش جاستريك سيلز سكريت جاسترين الجي سيل، رقم دي. السؤال اللي بعد كده، ا 50 يير اولد بيشنت ويز ديودينال ارسر هاز اليفيتد سيرم جاسترين ليفلز ذات دونت ديكريز ابون اسيديفيكيشن اوف جاستريك ايه؟ انترا. يعني ما بيحصل اسيديفيكيشن ما بيقلش، يعني معناها ممكن يكون تيومر بتطلع الجاسترين. ان ساتش ا بيشنت which of the following is likely to be decreased. ايوه شاطر رقم سي جاسترين ليسروم انترا الجي سيل، لان الاتش سي ال اصلا زايد فهي انهبت اللي بينهبت، لكن دي شكلها تيومر بتطلع الجاسترين، فالجاسترين بيعلى من التيومر لكن الجاسترين اللي طالع من الجي سيل هو اللي بيقل. السؤال اللي بعد كده، which gastric cells secrete gastric lipase. lipase ده انزيم بيطلع من الشيف سيل او البيبتيك سيل اللي هي رقم ايه. السؤال اللي بعد كده، a 58 year old male suffered from severe epigastric pain frequent heart burn and unexplained weight loss. There was no relief with histamine antihistamine H2 antihistaminic drugs. Other endoscopy reveals erosion and ulceration in the proximal duodenum and increased output of gastric acid in the fasting state. The patient is most likely to have a tumor secreting which one of the following hormone. ايوه شاطر جاسترين، انا تيومر بتطلع جاسترين فبالتالي هيقعد يزود الاتش سي ال سكريشن ومفيش نيجاتيف فيدباك معاه. السؤال اللي بعد كده، which of the following is the normal volume of gastric secretion. ايوه شاطر، كام؟ من 2.5 ل 3 لتر بير دي اللي هي رقم بي. السؤال اللي بعد كده، gastric اتش سي ال secretion is characterized by which of the following. gastric اتش سي ال secretion characterized بايه؟ هل secreted from gastric pylorus ولا وباسيف بروسيس ولا انكريز ايرن ابزوربشن ولا انهبيتد باي جاسترين؟ ايوه شاطر اللي هو انكريزس ايرن ابزوربشن. احنا عارفين ان البايلورس والانترام ما بيطلعوا ليش الاتش سي ال. السؤال اللي بعد كده، سكريشن اوف ويتش هرمون ديكريزس ان ريسبونس تو انكريز ذا جاستريك اتش سي ال، شاطر اللي هو الايه؟ إيه خلي بالك، ديكريزس اللي بيقل مع زياده الجاستريك اتش سي ال اللي هو الجاسترين. خلي بالك السكريتين والكولسيستوكاينين والفي اي بي دول لما بيزيد الاتش سي ال وينزل للديودنم بيزودهم، لكن الجاستريك اتش سي ال لما بيزيد بيقلل الجاسترين هرمون. السؤال اللي بعد كده، which one of the following occurs with resection of the gastric antrum. لما شيل الانترم ايه اللي هيحصل؟ ها؟ اما شيل الانترم يعني الجاسترين هيقل، صح الكلام؟ فهيأثر على ال HCL فبرضك يحصل لي ار ديفيشنسي انيميا اللي رقم دي. السؤال اللي بعد كده، كيفاليك فيس اوف جاستريك سكريشن از ريسبونسبل فور ويتش اوف ذا فولوينج بيرسنتج اوف جاستريك سكريشن. ايوه رقم بي اللي هي 25%. السؤال اللي بعد كده، ويتش وان اوف ذا فولوينج از ا فيتشر اوف جاستريك سكريشن. هل الجاستريك سكريشن 3.5 ل 5 لتر بير داي ولا كونتين جاسترين ولا ديفويد اوف انزيمز ولا سلايتلي اسيديك؟ كونتين جاسترين رقم بي. السؤال اللي بعد كده، which gastric cells secrete intrinsic factor مع زي ال HCL مين؟ البرايتال سيل او الاكزنتيك سيل رقم دي. السؤال اللي بعد كده، which one of the following is used in treatment of peptic ulcer، شاطر رقم دي اللي هو بروستاجلاندين E2. السؤال اللي بعد كده، which one of the following is a function of gastric HCL. الجاستريك HCL بيعمل ايه؟ شاطر اللي هي رقم دي، بيرديوس كيردلينج اوف ميلك. الجاستريك HCL بيعمل ايه؟ كيردلينج اوف ايه؟ اوف ميلك.
السؤال اللي بعد كده which one of the following is a feature of gastric secretion. هل جاسترين هرمون has two types؟ لا. intrinsic factor is secreted by chief cell؟ لا. الاوبتيمال بي اتش اوف جاستريك لايبيز 1.2؟ لا. بيبسينوجينز ار سيكريتد باي بيبتيك سيل؟ صح، يبقى هي الدي. السؤال اللي بعد كده which one of the following is a feature of gastrin؟ جاسترين causes relaxation of ileocecal sphincter؟ صح، يبقى هي رقم A. السؤال اللي بعد كده which one of the following is an importance of enterogastric reflex؟ الانتيروجاستريك ريفلكس ده بيعمل ايه؟ خدها قاعده اما تقول انتيروجاستريك يعني الانتستين بدات الاول وبعدين الاستومك في الريفلكس، يعني معناها بريزنس اوف فود ان ذا ديودينم او ان ذا سمول انتستين هي انهبيت الجاستريك سيكريشن او ماتيريال. ما تبقى معكوسه كده انتيروجاستريك غير ما اقول جاسترو انتريك. جاسترو انتريك لو انا قلت جاسترو انتريك يعني بريزنس اوف فود ان ذا استومك هيزود الانتستين الموتيل، لكن لما اقول انتروجاستريك العكس. يبقى اهميه الانتروجاستريك ريفلكس ايه؟ هل فاستنج جاستريك ايميتنج؟ لا. انهبيت بروتين دايجيشن؟ لا. بروتكشن اوف ديودنم؟ ايوه صح، يبقى الاجابه سي. السؤال اللي بعد كده which one of the following is a feature of gastric secretion control؟ كيفاليك فيس از اندر نيرفس اندر هرمونال؟ لا نيرفس بس. شام فيدنج اكسبيرمنت بروفز هرمونال كنترول؟ لا. ميسنرز بليكس ستيميليشن ديكريز جاستريك سكريشن؟ لا. الهايبوجلايسيميا ستيميليتس فيجاس اند انكريز جاستريك سكريشن؟ ايوه هي دي الصح. وادي الانسر كي بتاعتنا، وادي الحاله كده بقت واضحه. واحد اتعمل له جاستريكتومي اتشال جزء كبير من المعده اهو، فالانترنسيك فاكتور قل، فالفيتامين بي 12 ديفيشنسي حصل نتيجه ايه؟ ان الفيتامين بي 12 ما عادش بيمتص نتيجه نقص الانترنسيك فاكتور، فيحصل بيرنيشيوس انيميا. وادي الريفرنسز بتاعتنا، ارجو ان الامور تكون واضحه. بالتوفيق ان شاء الله.